نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو عابد من جدة يقول: هل للزمن ومرور الزمن تأثير على الفتوى؟ الفتوى لا تختلف، الفتوى المبنية على الدليل لا تختلف في الأزمان، إنما إذا كانت الفتوى اجتهادية وليس عليها دليل ظاهر، وإنما هي التماس من المفتي واجتهاد في إصابة الدليل، ثم تبين له بعد ذلك وبلغه علم أكثر مما قبل، فإنه يغير الفتوى ويرجع إلى الراجح وإلى الصواب.